بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف تطبيق جميل جدا اسمه AB3D Labs. التطبيق دوت بيشتغل على الكمبيوتر وفي منه نسخة بتشتغل على الاندرويد. بتكون فكرته ان انا ببقى برسم 3 مساقط وهو بشكل ثلاثي الابعاد بيظهر قدامي. تعال نشوف البرنامج. ادي اهو ده ال 3D، ده التوب، ده الفرونت، ده السايد. اقول له انا في التوب هرسم، باجي هنا اقول له انا عايز ارسم مثلا شكل مربع او مستطيل، كأن أنا برسم 3 مباني مثلا بالشكل دوت. تمام، فبيظهروا قدام معايا هو في ال 3D. أقول له مثلا أنا عايز في الفرونت يكون شكل مثلا دائري، أرسم دايرة كده تمام بالشكل دوت، فبتظهر لي كده. طب السايد ممكن أقول له السايد أنا عايز أرسم شكل مثلا سداسي، وابدا ارسم الشكل اهوت بالشكل ده. تمام، فلما باجي ابص الشكل هبدا الاقي اهو الاشكال بدات تتكون معايا، مدمج ال3 اشكال ظهر معايا الشكل دوت. اقدر ارسم حاجات كتيرة جدا بنفس الطريقة. تمام، ممكن اقول له انا عايز اكبر الاكس او اصغرها، الاكس والواي والزد زي ما انا عايز. تمام، واقدر احفظ الشكل دوت اعمله سيف، واقدر اطبعه على طبعة ثلاثية الابعاد، اختار المقاسات اللي انا عايزها واقول له انا عايزها مثلا STL او OBJ، واقول له اطبع، يروح طبعها لي على طول. تمام، زي ما انت شايف البرنامج سهل وبسيط وتقدر تعمل بيه اشكال كتيرة زي ما انت عايز. يعني ممكن تقول له مثلا هنا انا عايز ارسم مثلا شكل دائري بالشكل دوت، وهنا شكل دايرة، هنشوف هيطلع لنا ايه. تمام، طلع لك الدايرة زي ما هي. ممكن تقول له طب انا عايز افرغ ديت، تمام، هتطلع لك شكل مفرغ اهوت. فهو لا نهائي من الاشكال والحاجات اللي تقدر تعملها، وتقدر ترسم بالخطوط وتقدر تكتب زي ما انت عايز. فبرنامج اتمنى تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. في منه زي ما ظهر قدامكم تطبيقات أكثر إمكانيات أو فيها خصائص أكتر، فيها في بلوجن. زي دي شغالة على الأندرويد، إن شاء الله هنشرح برضه على الأندرويد. تمام، في بلوجن للريفت لسكتش أب. وفكرته سهلة وبسيطة، يعني حتى لو واحد مش عارف فكرة الرسم ممكن يبدأ منه، يبدأ يفهم فكرة المساقط بتتكون ازاي ان شاء الله. تمام، او ده بلوجن في قلب الريفت، ده بلوجن في قلب السكتش اب، في قلب الاوتوكاد، في قلب الرينيو. فان شاء الله برنامج ليه مستقبل بإذن الله.